فاطمة هي الصورة التي رسمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن اليمن في سنة 2023. فبحسب تقريرها الأخير، فإن ما يقارب من 21 مليون يمني باتوا بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية والحماية. الناس ما يستلموش رواتب، راتب الموظف 60,000، 60,000 ما يقارب إلى 60 دولار. والمواطن يحتاج إلى تغذية، يحتاج إلى إيجار، يحتاج إلى مصاريف يومية، فصعب جدا أن يوفر لأسرته هذه الأشياء. فنحن نطالب من الدولة تحس بالمواطن. توقعات اللجنة الدولية بعدم تحسن الوضع الإنساني في البلاد خلال السنة الجديدة يرجعها محللون إلى بقاء الأسباب الموضوعية للأزمة الإنسانية، وعلى رأسها يأتي التعنت الحوثي ورفضه التسويات السياسية لإحلال السلام في البلاد. عام 2023 سيكون عاما مأساويا، وستزداد فيه صعوبة الأوضاع الإنسانية ونتيجة التدهور المستمر والمريع للوضع الاقتصادي، ونتيجة أيضا عدم وجود انفراجة وشيكة تلوح في الأفق يمكن أن تؤدي إلى إحلال السلام. وتقول الأرقام والإحصائيات الأممية بأن اليمنيين سيقاسون واقعا مرا وقد يكون فوق قدرتهم على الاحتمال، خصوصا وأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية هنا يزيد سنة بعد أخرى. قليل من الأمل، كثير من الوجع والانكسار، هذا هو واقع حال اليمنيين خلال السنوات الماضية، واقع على ما يبدو أنه سيكون أكثر قساوة خلال الأشهر القادمة بحسب تقديرات منظمات دولية. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، فيصل الدبحاني، تعز.